هنوعدكم مع واتس كوكينج، واليوم دلال محضرت لنا وصفتين. صباح الخير. هاي ستيفاني، كيفك اليوم؟ صباح الخير. الحمد لله. خليني اقول انه اليوم في عنا وصفتين، اول وحده هي الاومليت. بما انه اليوم طالعين بكير مش حنتغدى هلا، حنتروق، خلينا هيك نعمل اومليت سهله وسريعه وطيبه. وصفتنا الثانيه هي الكريم او شوكولا على اورانج، اللي هيك وصفه سهله وسريعه. خليني ابلش. اول شيء عرفت انه انا اليوم معك، عرفت انه انت معي، قلت انا ضروري شيء حلو لستيفاني ما بدنا نزعلها. يلا خليني هيك سريعا قبل ما بلش، قال لي قول من شو معموله وصفتي. اليوم عم بحكي على البصل العادي، عم بحكي بصل احمر، بصل اخضر، حيلا نوع من البصل مع الثوم والقراط. بدي لوحهم على النار، اليوم حبيت اشتغل بالفليفله والبطاطا، بدي ارجع اضيف البندوره الحمراء، الدراي توميتو، شويه من الزيتون، بدي امزجهم كلهم سوا وضيف عليهم البيض ودخلهم على الفرن. كثير لكن بصل، ثوم، شو رايك ستيفاني نشتغل اليوم الوصفتين سوا؟ حط كمان رايي من رايك تنخلص الكريم والشوكولا على نار. يلا حليب، صح، لكن بصل، كرات، بطاطا، ثوم. لكن سلق البطاطا شوي ولا شوي؟ سلقتهم شوي لانه خليني ارجع اقول للمشاهدين، لو بدي اشتغل باومليت دخلها على الفرن على طول، لوحهم شوي على نار. لكن حطينا بصل، حطينا كرات، حطينا ثوم. انا كترت الثوم اليوم ستيفاني، تهيك يعطوا نكهة طيبة. شو بيضل عندي؟ بيضل عندي فليفلة، بطاطا، بندورة حمراء مقطعة، بندورة مجففة. اليوم بتقولي لي أنا ما عندي بندورة مجففة، بقلك بشتغلها بلا بندورة مجففة. ما بحب الفليفلة، ما بحط فليفلة. اما بالنسبه للكريم وشوكولا، بما انه اليوم وصفتنا فيها بردقان، عم بحكي اليوم على جو دورانج يعني فريش اورنج جوس المعصوره، حطيت حليب، حطيت كمان عصير بردقان. اوكي، هلا الاومليت فينا ما ندخلها، فينا ما ندخلها على الفرن، فينا نعملها فينا ما ندخلها على الفرن وفينا نعملهم هون يعني بالمقلية. لكن بصل، ثوم، حطيت كرات، حطيت فليفلة، بدي دبلهم، بدي ارجع اضيف عليهم بطاطا. اليوم جبت راس من البطاطا او راسين يعني حسب قد ايه بنحب، قشرتهم، سلقتهم شوي ورجعت قطعتهم لمكعبات. قولي لي ستيفاني ما بحب البطاطا، اللي فينا بروكولي، ارنبيط، بس ما بفتكر في حدا ما بحب البطاطا. مزبوط. وهالمزيج كله طيب مع بعض. لكن بطاطا، بعد شوي بدنا نحط بندورة حمراء مفرومة، بندورة مجففة، شوية من الزيتون، بدي أحط ملح، بدي أحط بهار أبيض. في يخفف، في يزيد، فينا نوقف هون مثلا. صح. خليني أرجع على الكريم وشوكولا، لكن مثل ما قلنا إنه اليوم عم بحكي على حليب سائل، عم بحكي على جودورانج، عم بحكي على سكر، أكيد مثل ما بنعرف إنه الكريم وشوكولا بدنا نضيف لها سكر. أوكي. أنا ما بحط ستيفاني أكثر من نص كباية. أحسن. يلي بحب كثير الحلو بده يحط كباية. هلا بدنا نزيد شوكولا ولا كاكاو؟ كاكاو. كاكاو. خليني أقول أنا هيدي وصفة بعملها أوقات مع شوكولا يلي بذوبه وبضيفه على الحليب يلي على النار، اليوم حبيت أشتغل بالكاكاو، يعني فيه ضيف الاثنين.
وشو ضفت على الكاكاو؟ ضفت برش برتقانة، برشة برتقانة ضفتها على الكاكاو يلي بدي ضيفها على الحليب والجو دورانج يلي على النار. شو بضل عندي؟ بضل عندي اختم وصفتي بالنشا المدوب مع الحليب او مع المي. دلال شو هالروايح الطيبة؟ هيدي وصفة هيك سهلة وسريعة، في حط لها بقدونس، كزبرة، شو بضل عندي؟ بضل عندي حط بندورة مفرومة مع شوية من الزيتون، بعد ما حطيت ملح بدي حط شوية من بودرة الثوم، بودرة البصل، بدي حط شوية من الأعشاب التليانية إذا عندي حبق، إذا عندي أوريجانو، شو ما عندي بالبيت، رومارين. اوكي. بعملها اوقات مع بقدونس مع كزبره. لكن عم نعمل اومليت اليوم. صح. برانش. برانش بما انه طالعين بكير. هي. عم نعطيكم افكار حلوه. لكن حطينا كريم شوكولا الاورانج، حطينا حليب، حطينا جو دورانج، حطينا كاكاو، حطينا سكر. هلا بدنا نختم برش حامو، برش برتقان كمان، وهلا بدنا نختم بالنشا. صح. الكورن فلاور مع مي او مع حليب بنذوبه. وهون حطينا بصل، ثوم، حطينا كرات. صح. حطينا بطاطا سلقينا، حطيت زيتون، سلقه زيت زيتون، حطينا كمان جرين بيبر. صح. زيتون وبندوره. شو بدي احط هلا ستيفاني؟ بدي احط ملح، بدي احط بهار ابيض. اوكي. بدي احط بودرة الثوم، بودرة البصل، لكل مين عم يحضرني ما عنده بودرة ثوم، بودرة بصل، ما بحط. يعني في ما حط. شوية من الأعشاب التليانية. هذه وصفة هيك سهلة وسريعة وطيبة. الكريم او شوكولا بدها شوي من شدة. اوكي. شو بدل عندي؟ لازم تغلي قبل شوية. لازم تغلي قبل من البهارات. اوكي. شو عم تزيدي هلا؟ مزيج من الأعشاب. أعشاب. اوكي. رومارين، اير دو بروفانس. يام. قد ايه بعد عنا وقت ستيفاني؟ هلا بيقولوا لنا. سبعة. طبعا لكن رح نحط البيض هون. مش محس. خليني اقول للمشاهدين انه انا اليوم في عندي بيض، بما انه اومليت مضطرين نحط بيض كامل. ضفت رشه من الملح، رشه من البهار الابيض على البيض اللي بدي اخفقهم. هلا في انزج، شيل هيدا المزيج ستيفاني اللي اشتغلته، حطهم معهم ودخلهم على الفرن. انا هيك كنت رح اعمل مع ملعقه من الطحين. بما انه ما عندنا وقت، في اخفق البيض وضيفهم على البطاطا والمزيج يلي على النار. اكيد انا اليوم عم بحكي على بيض كامل.
فوالا. واو فينا نتركهم هيك ما نحرقهم. فينا نغطي المقلية كمان. فينا نغطي المقلية صح. وفينا نتركهم مثل ما هون عم نشوف. هيك بكلهم من المقلية ستيفاني. ايه اكيد. حلو الواحد اوقات. خليني ارجع على بعد في الدراي توميتو. خلينا نحطهم عليهم من فوق. ايه اوبشنال فيني ما احط. جريت. هلا بدنا نزيد النشا. صح هلا بدي نزيد النشا على الكريم او الشوكولا. بدي اعبي وصفة. مثل ما بنعرف انه النشا اذا بنتركه بدنا على طول نحركه لو حتى ينالوا حليب. مزبوط. لكن خلينا نرجع نعيد سريعا بهالوقت ستيفاني. عملنا الاومليت يلي في دخلها على الفرن مثل ما في اشتغلها هيك على الطريقه البيتيه وقدمها يلي هي كمان وصفه طيبه مثل ما اشتغلنا بالكريم والشوكولا نفس الطعمه. كثير باحسن عيال. يلا شو بدي اعمل هلا؟ خليني ارجع عيد سريعا. يوم حطيت 3 كبايات من حليب السائل، حطيت 1/4 كباية من عصير البرتقال، رجعت حطيت 1/2 كباية من السكر، 3 ملاعق كبار من الكاكاو او في شوكولا عادي ذوبه وضيفه، برش برتقال ما بدي انسى، وهلا بدي اضيف نشا شوي شوي انا وعم حرك. اذا بتساليني قد ايه نشا انا على طول بقول لكل كبايه من الحليب بدي اضيف ملعقه من النشا. ملعقه صغيره؟ لا انا بحط كبيره ستيفاني. كبيره ملعقه كبيره من النشا. ذوبهم اكيد بالمي مثل ما في ذوبهم بالحليب السائل. فوالا ضل عنا شوي. هيدي هي وصفتنا. هذا المطبخ الثاني. ما في اهين من هيك. فوالا بلشت تشد. شو بدي اعمل؟ بدي اجيب الكاسات وبدي اعبي. بدي زينهم ببرش البردقان. طعمة غير شكل. مع شوية من فستق الحلبة، شو ما عندي بالبيت. مع بلا شيء. مع بلا شيء. أو فينا نحط بسكوي كمان. بسكوي، أنا اليوم فكرت بالبسكوي كمان. خلينا نطل على الأومليت، بعد بدها شوي. في غطية من المستحسن انه غطيها هيك متاكد انه كلها استويت وراح بلش اعبي انا الكريم وشوكولا. راح اطفي الفرن ستيفاني. ايه لانه ما استعملني اليوم. اهون على النار الاومليت. اطيب انا بحبها اكثر على النار. ايه مظبوط. خليني اقول للمشاهدين انه في اعمل موس او شوكولا ستيفاني. مش موس او شوكولا، موس على اورانج يعني يما كريم دورانج بحطهم عليهم كمان بيطلعوا طيبين. هلا بدي احط برش. بتعرفي طعمة الشوكولا والاورانج هي من اطيب الطعمات. بدي خفف النار. اوكي. يا. يلا دقيقة. انتوا اليوم رح تذوقوا
كريم وشوكولا شو مش فروع. ما في مشكل، مهم الطعم دلال. خليني اقول للمشاهدين انه الكريم وشوكولا بشتغلها قبل بيوم، كل ما سقعت كل ما بتصير كل ما اكيد اطيب. اوكي، في حد بسكوي معها كثير منيح. في حد خلص وقتنا دلال، رح ناخذ سوا وقفه مشاهدينا بنرجع بنشوفكم بتيستينج. اليوم كاتيا عندنا برانش، اليوم الوان الوان، وعملنا اليوم جبت لكم تروي او جايه. ايه عملنا اومليت، عملنا ديسير شفناها. كيفني معك؟ ما بقرص روعه. اومليت وكريم وشوكولا على الاورانج. صح، طلع لها بعد هنا كاتيا. اوكي ميرسي، طلع لك كمان. واو نايس، حلوين كثير الوانها. ايه مزبوط، ميرسي دلال. بس البطاطا كيف استوت معها بنفس الوقت؟ سلقتها شوي. عشان هيك ضروري very nice. مهضومة وفريش و طعمتها كثير طيبة، طريقة طيبة وبتشبع مزبوط. في حط لها كوسة، بتعرفي من الاومليت الطيبين كثير هن كمان مع الكوسة، يعني أنا اليوم ما بدي بطاطا، في حط كوسة وبطاطا، في حط كوسة لحالها. الطعمة كثير طيبة. فيها بابريكا؟ لا لا، بودرة الثوم، بودرة البصل، بس فيها عشابة اليانية، جرين بيبر. اوكي، ورشة من الملح وبهار الابيض. مثل ما قلنا انه هيدي اومليت بندخلها على الفرن مثل ما فينا. حبيت. واليوم عملنا كريم وشوكولا الورانج. بدنا ندوق؟ هيدي لستيفاني معمولة للمشاهدين كمان. يا بيرفكت باي. لكل يلي بحب الاورانج هي هي بيرفكت، هي هي صحتين. ولا تاكلت فيها سخنة كمان ستيفاني. ميرسي دلال. بنشوفك امتى؟ بكره. بكره ان الله راد. مشاهدينا انا بشوفكم جمعة الجاي ان الله راد، ما تنسوا البسمة. باي باي.